اهتزت بلدية بن سكران على وقع مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بعد إصابتهم في حادث إطلاق برود من بندقية الصيد في حفل زفاف بحي حيث تم نقلهم إلى المؤسسة الاستشفائية لبن سكران فيما تم تحويل الجرحى إلى الاستعجالات الطبية للمستشفى الجامعي ومن جهتها المصالح الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث